ازاي بيتم تحديد مثلا كم وجبة هتطلعيها، خصوصا ان الحاجات دي يعني ساعات كتير جدا بتكون مع مؤسسات ومش افراد، فاكيد ممكن يكون الموضوع صعب تحديد الوجبات. توزيع الوجبات بيتم ازاي؟ كل ده عايز اعرفه. بصي، اولا يعني انا برضو ما عنديش يعني المقدرة المالية ان انا اشتري او ان انا يعني اجيب واشتري طول الوقت، بس انا كنت حابه ان انا اعمل بايدي. يعني انا دايما اما بعمل حاجه في البيت بحس ان انا بعملها بحب، يعني بالذات اللقمه دي بحس ان انا بعملها بحب، اكني ضيف عزيز جاي لي وبطلع احسن ما عملي ما عندي فيها، يعني بطلع كل حاجه، يعني بحس ان هي لازم تطلع وجبه كده متكامله تشبع، وفي نفس الوقت زي ما انا باكلها وبحب اكلها بحب اطلعها. بالظبط. فقلت ايه، لا انا يعني الموضوع بصراحه انا هطلع من بيتي، انا مش هقدر ابقى مع مؤسسه او ان انا ادي فلوس لحد، انا هطلع كل اللي لما اقدر على حاجه هتعمل يعني. هعمل. فبدات، فالحمد لله يعني كل مره كنت بحط ميزانيه، صحابي عرفوا ان انا الحمد لله بعمل الموضوع ده، طيب خدي اعملي لنا، اخواتي طيب، فالموضوع ابتدى يعني الحمد لله بدل ما بطلع مثلا 10 20 وصلوا ل50 وصلوا ل100، ولقيت الحمد لله ان في اللي حواليا يعني الناس اللي حواليا هي ابتدت تشجعني، لا اعملي بقى وكملي يعني في الموضوع ده. فمشيت معايا كده لحد بقى البرنامج، وابتديت لقيت الناس بتقولي طب ما تساعدينا، يعني احنا مش بنعرف نعمل برضو ده بايدينا، على الرغم ان هو كان الهدف اساسا من المحتوى ان انا اشجعهم واظبط لهم الكميات. يعني ما انا بقول في المحتوى بتاعي ان الكميات اللي انا هعملها مثلا ل100 وجبه كذا وكذا وكذا، فبظبطها لهم. بس في ناس بتبقى ساعات احيانا بره مصر، في احيانا ناس مريضه ما بتقدرش تعمل، فلقيت لا يعني اعملي لنا او ساعدينا في ده. طيب يا جماعه خلاص هعمل لكم، ابعتوا لي مكونات، تبعتوا ليش فلوس، ابعتوا لي المكونات اللي انا هعمل بيها الوجبه، وبقيت اساعد الناس واعملها. توزيع كنت بنزل في الشارع، يعني موضوع التوزيع الاول كنت بنزل في الشارع واوزع بصراحه على يعني اللي بشوفه، سواء شكله محتاج ان انا اديله او احيانا كمان لا مش لازم يعني الشكل يكون باين قوي. وبعدين من الشارع ابتديت لا انا عايزه اوصل اكتر لناس مستحقه اكتر. برضو ربنا بعت لي ده، برضو الحاجات دي كلها رزق، يعني ربنا بعت لي برضو حد جميل كده على السوشيال ميديا، كنت بسالها بس مجرد العلب بتجيبيها منين، وهي كانت عامله محتوى برضو مطبخ خيري، فعرفت ان هي عامله مطبخ خيري خاص بيها هي وعيلتها، وهي اساسا عضوه في جمعيه خيريه، فابتدت تدلني على الاسر المتعففه اللي بتوصل لها، اللي هم عاملين دراسه بيها وبيوصل لها الحاجه. فبقيت اروح معاها اودي الحاجه واروح معاهم هم بيوزعوا في على الاسر، او تبعت لي حد من المتطوعين عندها وهي توزع برضو. طيب الناس انت اللي بتروحي لهم، يعني ما فيش مكان ثابت مثلا؟ لا، اماكن مختلفه، احنا احيانا بنزل الشارع، باخد ولادي معايا، ممكن ننزل، ممكن انزل قدام اي طوارئ مستشفى زي معهد الاورام، مستشفى بوريش، معهد ناصر، يعني بنزل كده للناس. واحيانا بقى تاني بروح للناس في بيوتها، يعني بوزع على الاسر في البيوت. فما فيش مكان محدد، لا بالعكس دي اماكن كتيره. وبعدين من الصفحه ابتديت قلت لا انا عايزه بقى ايه اروح لاماكن تانيه برضو الفت نظر الناس ليها، دار ايتام احيانا بتبقى محتاجه، مسنين برضو دول رحت لهم، الفئه دي رحت لها، اصحاب الهمم برضو عملنا معاهم يوم. يعني بحاول على قد ما اقدر ان انا الاماكن اللي ممكن الناس مش واخده بالها، عشان الناس دايما تقول لي هنوزع الاكل فين، طب احنا عملنا الاكل بس مش عارفين هنوزعه فين. صح. لا في اماكن كتيره محتاج، يعني في اماكن كتيره، فبقيت كل مره اختار مكان مختلف علشان الناس تبتدي تاخد بالها، واقول لهم خلوكم في المكان في الاريا بتاعتكم، يعني في حدود المكان، شوفوا دار مسنين، شوفوا دار ايتام، اصحاب همم، ناس مريضه، ناس متعففه في بيوتها، يعني نسال حوالينا هنلاقي ازاي كتير. ازاي بقى بتعرفي الناس المتعففه في بيوتها دي؟ يعني دايما بسمع حته اللي هو ايه، مثلا انا عايزه اطلع صدقه او عايزه اطلع زكاه او عايزه اساعد، وما بيبقوش عارفين بجد. يعني مثلا احنا فاهمين ان دايما الاقربون الاول، صح؟ بعدين بعد كده بعد الاقربون المفروض الناس اللي فعلا محتاجه. بصي ما اكدبش عليكي برضو الموضوع، يعني انا عشان شخص لوحدي مش هعرف كل الناس، لكن اقدر اعرف مثلا حواليا المحيط اللي حواليا، عارفه مثلا ان في اسره انا عارفه على قدها او ظروفها على قدها، بابها مقفول عليها وعارفه ان ظروفها ما بتاكلش كويس ما بتشربش كويس، بحاول اعمل ده في اللي جنبي. طب انا عايزه اوصل لاكتر من كده، فابتدت تساعدني بقى الجمعيه اللي انا بقول لك عليها دي، هم عندهم بقى حالات دراسة كتير، دراسه بقى بحالات كتير بصراحه، فبيوصل الحاجه ما بين بقى مرضى،
ما بين محدودي دخل، ما بين أيتام، ما بين معاقين، يعني فئات برضو مختلفة. بس الحاجة بتوصل للناس في البيت، يعني الحاجة بتوصل للناس في البيت بس كده.